اصلا اقرا هاد الروايه. وهذا الشيء اللي انا كنت عم اقوله لموكوند من البدايه. بس ما كان عنده استعداد يسمع كلامي. دخلت انتي؟ فين هذا؟ عالمكم بالحقيقه مزيف وكله كنت ديري كيف ما خرجي من ديك البيت يا مدام اللي عم تقولي. ايش ما عرفت خرجي وما درت لي بوش معها. تعرف وقت الموبيل مسكت الموبيل هتقتلني بلحظه. ما منشد دخلوا البنات. دخلت زينب دوي ها؟ اكيد لا صار هادي انت غير غادي مها هاد مانا هي عندها وقت تعلمكم. هاد المسلسل اللي كيبرد عليا والله الا هاد المسلسل اللي كيبرد عليا. الصبح بكي ولا امك ما علمتك هذا الشيء؟ نسيت في هذا في هذا الموضوع تقتلني بلحظة. هاتي الوقت يا بوج مع نساء بوج مع نساء بوج مع نساء. أنا ما قصدتش أنا كشري البطلة ربي تسمح لي والله. أنا النهار اللي ما قد لي عندي هاد صارة هادي راه ربيت عليها الكبدة. النهار اللي ما قد لي عندي كيدوز عندي نهار كحل مدام مالي. لا هو في هذيك التصارة تقولي كذا أنت تكوني متعودة على هذا الشيء بس أنا ربيت عليها الكبدة. انتو لازم بالاول تنطفوا لها اسمها وسمعتها. هيدي هو اكيد هذا الشيء رح يساعدك كثير. هذه عمتي هذه ما تخافي على الخاطر كبيره درقت لك. ها عندك ديالهم عندك عندك راه فايدي هي مورا انتي امي. انا علاش نعرفك بوحدي؟ شو كتدير فيها من النور؟ يا والله يعطيك العمى يا اختي الله يعطيك العمى. ما في مع هادي عمت فايديه. يا حبيبه النجم اركي مذهوبه لا سيري بحي اللفعة ديك هدى وفضوا مثلي. ويلي ساعتين ونص ساعتين ونص فين مشاو فين مشاو تاني الله يا ربي الله. سخندي واش نبقى هنا مخبيه ولا نمشي نقولها لهم نقول لهم باش ما تخطف؟ يو زينة بغيت نقول لهم الحقيقة غادي نقول لهم طحنا فوق الطوموبيل. أفغاني يا ربي تسلم ليا كاع الأفكار. نمشي عند البوليس نصلي على بابا. واش خاطر نقلب عليهم؟ ها هما واقيلا هدى في الظلمات جماعة بابا وماما ما هادوك هو اللي في الظلمات اليوم عند صاحبتهم. ها هو اللي تاكسي جايبي ماما جايبي بوجه مع ماما عرفتي راه بوجه مع ياك بوجه مع ساقو الخبر عرفيوك غادي نموت الا ساقت الخبر مشيت فيها. قلتلكم تبقاو تجيبو عند مو تجيبوه عليا ياك لكم غير لا لا راه دابا بوجه مع فاش كنت ولفني تاني شغندير حرارتي غير معصره ولفتني وربيت عليها الكبده شغندير ولا تما تخليها عندي ولا هي تجي عندي. لا ما كاينش والله ما وخا الله بعد من داكشي. لا راه حنا كنا خارج
سيري يا بابا شنو مسكين انا هيك نيك نديل عند خالتي الثانيه يا كنتي داخله البيت علاش خارجه علاش شتي انت في عائلك في عائلك شي مصايب كديريهم ما غتبقاش تلعبي بعدا على برا باش تعرفي في هذه العطله هذه سمعتيني ودلي على رجليك زيدي قدامي يلا الا خليتك هنا هادو راه مغيبات ما غينوضو حتى حتى 6 ونص د العشيه زيدي قدامي نخليو الولد عند امه يلا زيدي لا غير سيري بوحدك انا ما غنمشيش معاك زيدي راه غتصيفطوني لشي جهنم انتوما راه انتوما راه
دوي امتى حسيتي بوجمع وخرجتي بيه؟ فات زينب هبطات كيفك انتي عندك الحق الغلط فات الصحراوية مولا يا قلت لك فاش تولدي تكوني قد شنو